تنظيم اليوم الدراسي اللي يتعلق بعدالة جمالية يعني بصفة عامة كان من ضمن البرنامج المسطر من طرف وزارة العدل فيما يخص التكوين المستمر سواء للقضاة أو لضباط الشرطة القضائية بما فيها الجمارك باعتبارها هي أيضا تدخل في صنف ضباط الشرطة القضائية ليعالجوا القضايا ذات النوعية أو ذات الصلة ب لدخول في اطار اختصاص التشريع الجمركي. لو بوت سي كو التصرف ديال البضائع كو سوا عن طريق البيع بالمزاد العلني او لي سيسيون دو غري غري ناغ فيذ يخسرون في دون زميرارا انزنز ديال لافونتوز اون شير استنخدم لا ديستريكسيون صافي ذواكين اذ لو بوت دغوسا غير نخدم افيك لا كور دو تيزي وزو.